وأبدأ بسعادة علي المرعبي. سيد الكريم، الضواحي علامة استفهام بالأحمر في السياق الفرنسي، لماذا تركت لتصل إلى هذا الحال في تصورك؟ لماذا يترك شبابها بحيث يصبحون وكأنهم قنبلة موقوتة تهدد النظام الفرنسي بأسره؟ ذنب من هذا؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم. من المعروف أن أزمة الضواحي وتهميش سكان الأحياء الشعبية في ضواحي باريس وضواحي المدن الأخرى يعني من بفرنسا هي أزمة تمتد منذ عدة عقود، ولطالما طالب الجميع بإيجاد الحلول الناجعة والناجحة لتجنيب هذه الضواحي، الشعور بالتهميش والشعور بالظلم عليهم. هذه المشاكل، هل يمكنني أن أفتح قوسا أستاذ علي وأن أسألك، هل هو شعور واقعي ولا تهميش نفسي؟ لا شعور واقعي. هناك إهمال متعمد لسكان الضواحي الفقراء سواء في مدينة باريس أو باقي المدن الفرنسية. هناك يعني يعانون من يعني التوجيه التعليمي باتجاه التعليم المهني مباشرة. لا عيب في ذلك، لا عيب في ذلك. لا يعني الآخرين يذهبوا إلى الجامعات يعني سكان الضواحي شباب الضواحي يذهبوا إلى التعليم المهني، طبعا مش عيب، ولكن هناك يعني طلاب ناجحين ممكن يكونوا بالجامعات. صحيح. لماذا يتم حشد دفعهم مباشرة إلى التعليم المهني؟ أيضا هناك مسألة الفرص العمل، يعانوا الشباب من يعني عدم الاهتمام فيهم بفرص العمل من خلال تقديم السيرة الذاتية، يعني من خلال الأسماء تاعتهم يعرفوا منهم ويتم وضع هذه السيرة الذاتية على جنب والقبول ل يعني سيرة ذاتية أخرى. هذه التوجهات العامة حاولت الحكومات الفرنسية المتعاقبة تحديدا منذ عام 1990 إجراء نوع من التحديث على البنى لسكان هذه الضواحي، ولكن ليس المطلوب هو تحديث البنى، وإنما المطلوب هو تحديث الواقع الحياتي والمعيشي لهؤلاء الشباب حتى لا يشعروا بالظلم ولا يشعروا بالتهميش، ويمكن ساعتها إقامة سياسة اندماج فعلية وحقيقة في المجتمع الفرنسي. لكن يا أستاذ علي، فرنسا انطباعنا عنها أنها تلك الدولة العظمى الثرية، دولة التنوير والفلسفة وحقوق الإنسان، كيف تعجز عقولها المبدعة عن حل هذه المشكلة؟ هذا يدهشني جدا في الحقيقة. للحقيقة في عدة عوامل. العامل الأول حتى نكون صريحين في جانب العنصري. هناك توجه عنصري ليس ضد الأجانب أو الذين من أصول أجنبية فقط، وإنما هناك عنصرية نحو فرنسيين آخرين أيضا، فرنسيين أبا عن جد. يعني هذا التمييز بالتعامل هو الذي يؤدي إلى تراكم المشاكل التي تنتظر اللحظة المناسبة أو الحدث المناسب لتنفجر، وأتت حادثة هذا الفتى. صحيح. الجزائري. صحيح. لتفجر الأمور رأسا على عقب. هناك عقلية خاطئة لدى الدولة البيروقراطية في فرنسا لمعالجة الأزمات، يعني حتى أزمة السترات الصفراء يعني عامي 2018 و2019 تم التعامل معها بالجانب الأمني فقط. المظاهرات الأخيرة اللي صارت منذ عدة أشهر لجميع النقابات الفرنسية الذين عارضوا رفع سن التقاعد أيضا تم التعامل معهم بالجانب الأمني وليس بالجانب السياسي والحوار وإيجاد المخارج. لا يمكن أن تفرض، حتى لو كنت رئيس جمهورية أو رئيس حكومة، لا يمكن أن تملي سياستك وقوانينك على الناس إذا كان الغالبية هن رافضينها. وهذا ما أدى بنتائج استطلاعات الرأي عند تشريع قانون رفع سن التقاعد أن غالبية الفرنسيين كانوا ضده، ومع ذلك للحكومة وللرئيس ماكرون
التفتوا لهذا الأمر وأقروا هذا المشروع.